مشاهدينا رجعنا تاني، لسه مكملين مع بعض فقراتنا. وصلنا لفقرة مهمة جدا تخص المرأة في مصر أو دور المرأة في مصر. يمكن لاحظنا الفترة الأخيرة أنه تقلص جدا دور المرأة السياسي، وده وضح لنا بشكل كبير جدا على الساحة الفترة اللي فاتت، بالرغم من أنه دور المرأة مهم جدا زيها زي دور الراجل في المجتمع في جميع المجالات. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده وتفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفتنا اللي موجودة معانا النهاردة، الأستاذة زينب خير، باحثة في حقوق المرأة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا أستاذة زينب، النهاردة عايزة أعرف بداية كده رأي حضرتك إيه في تقلص دور المرأة السياسي في جميع المجالات على الساحة هنا في مصر؟ الحقيقة للأسف ده شيء محزن، لأنه النساء في مصر لعبوا دور كبير جدا، سواء لو هنتكلم قبل الثورة أو أثناء الثورة أو فيما بعد. كانوا موجودين في كل المعارك السياسية اللي حصلت، أو المعارك الاجتماعية، أو المعارك اللي ضد الفساد. ويعني نتذكر المستشارة نهى الزيني، هي اللي كانت في انتخابات 2005 كانت من أولى القاضيات اللي تحدثت عن أزمات في الانتخابات وعن التزوير. نتذكر المستشارة، أسفة، احنا عايزين نقول كمان ان المرأة حازت على جائزة نوبل، يمكن السيدة اليمنية حازت على جائزة نوبل. يعني ده النهارده عايزين فيما نقول بعد ان المرأة الثورة. عندها دور كبير قوي، بتحقق كمان ذاتها بشكل كبير جدا. يعني النساء كمان في مصر يعني بيعملوا في جميع المجالات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وبيبذلوا الكثير من الجهود من أجل الحصول على مكاسب. يعني من المحزن إن احنا نتكلم إنه كان لدينا حقوق حصلنا عليها في 2001 مثلا، زي قوانين خاصة بالأحوال الشخصية وتعديلات فيها، وإنه يكون لدينا مجلس قومي للمرأة ومجلس قومي للأمومة والطفولة، إنه كل هذه المكاسب حصلت عليها النساء بتعبها وجهدها، ثم يتم مهاجمة كل ده بعد الثورة اللي دفعت فيها النساء شهيدات، ودفعت وكانت موجودة في كل المعارك السياسية اللي حصلت، حتى في شباب ائتلاف شباب الثورة كانوا ممثلات. العجيب انه بعد كل هذا، انه لما نوصل لمرحلة من المفروض نقطف ثمار كل هذه الجهود، نلاقي انه لما تحصل انتخابات نقابية، فانه في مع مثلا نقابة الأطباء أو نقابة المحامين، إنه لا نجد أي سيدة ممثلة فيهم. إنه لما نلاقي إنه مجلس الشعب ومجلس الشورى يتم انتخابات وتوضع النساء في القوائم في ذيل القائمة، فإنه تأتي بالحظ إنها تستطيع أن تحصل عددهم كمان على قليل كرسي، جدا جدا. إنه يعني عايزين يكونوا نتكلم عن عدد. المنتخبات منهم هم أربعة والمعينات هم أربعة، وكأن إحنا ما زلنا في ما قبل إنه بنعمل كوتا للنساء اللي ظلوا نساء يدافعوا عنها ولم يحظوا، يعني ما لحقوش يقطفوا ثمارها في انتخابات 2010. ونعود تاني إلى المناداة بأنه نحن نحتاج إلى كوتا نسائية لتتحدث عن مشاكلنا ولتوضح أزماتنا. أنه نأتي كمان للجنة الدستورية، يعني ده بالظبط عايز اخدك ونروح بقى لدورها في وضع الدستور النهارده. دورها متقل، يعني انا عايزه يعني اسيب ان حضرتك طبعا تتكلمي في اكتر في الموضوع، بس احنا لاحظنا شكل لا يلائم المرأة ابدا بعد الثورة. الحقيقة انه مش ممكن يكون عندي قاضيات ودكاترة جامعة واعلاميات وصحفيات ونساء موجودين في جميع الهيئات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية، سواء الدولة او المنظمات الأهلية، ثم نجد تمثيل المرأة ست سيدات منهن ثلاثة أقباط، وكأنه إحنا بنلعب لعبة تبديل أدوار، إنه فوق يبقى ده تمثيل للأقباط، وإنه تحت لما نيجي نعد نقول لا لدينا ست سيدات، ويصبح 6% هما ممثلات عن النساء في اللجنة الدستورية. طبعا يعني حتى لو كان المعيار بالكفاءة، كان أكيد هيلاقوا في مؤسسات مصر عدد أكبر من ده من السيدات يقدروا يمثلونا في الدستور. وده كان محزن جدا، وكانت على فكرة صدمة لناس كتير جدا بعد الثورة انه يتقلص دور المرأة بالشكل يعني المهين ده، نقدر نقول، لانه زي ما انت بتقولي انه طبعا المرأة ساهمت بشكل كبير جدا لا يقل عن دور الرجل في الثورة. في الحقيقة كمان هي دورها مضاعف، يعني انه النساء لديهم دور آخر هو الدور الاجتماعي بتاعهم، يعني انها تتحمل
عبء انها تؤدي دورها في منزلها وتؤدي دورها المهني وتؤدي دور سياسي ودور اجتماعي، ده عبء ضخم جدا. يعني نقدر يعني لدينا الثلاث ادوار بتلعبها النساء وبيؤدوها على اكمل وجه، فانه ياتي تمثيلهم بهذا الشكل في الوقت اللي بتتعالى فيه اصوات بتقول النساء ترجع الى المنزل، النساء عليهم ان يتركوا سوق العمل للرجال، النساء عليهم ان يتنازلوا عن حقوقهم اللي دفعوا الكثير ليحصلوا عليها، وتحت مسمى انه هذه قوانين او مؤسسات سيدة مصر الأولى سوزان مبارك فيما قبل. الحقيقة انها كانت بتمثل ده تمثيل، يعني نقدر نقوله تمثيل وصفي، هي بصفتها ذلك كانت بترأس بعض الاجتماعات مع الهيئات الدولية، ولكن ده كان كفاح نساء من مصريات المؤسسات الأهلية أو المحاميات أو المشرعات في مجلس الشعب، هم اللي بحثوا عن مشاكل النساء وبحثوا عن تعديلات قانونية تقدر تحميهم وتهيئ لهم الجو المجتمعي اللي يقدروا يعملوا فيه. يعني أنا لو كمان خدتك بقى بشكل عام، عايز أعرف برضو أنت رأيك إيه فيما يحدث في اللجنة التأسيسية للدستور حاليا وكل اللي احنا بنعيشه والأحداث الجارية اللي بتحصل في اللجنة التأسيسية للدستور، أنت رأيك فيها إيه؟ أنا رأيي أنه يعني الوضع الحالي للجنة الدستورية هو بمثابة، يعني إذا كنا نتحدث عن تمثيلية فهو يعني هو شيء أسوأ من التمثيلية، أنه إزاي أقدر أني أمثل المجتمع كاملا دون الرجوع إلى مؤسساته، إزاي أنا اللي أختار من نفسي؟ هناك مؤسسات عليه منتخبة المفروض هي اللي تقدم ترشيحاتها لكي يتم الاختيار منها. يعني طب احنا عايزين نقول حاجه، احنا طول الوقت عمالين الاصوات عماله بتعلى انه لازم اللجنه التاسيسيه دي او الدستور يتعمل ويناسب كل طوائف المجتمع بكل طوائفه. انا عايزه اقول انه رايك ايه مثلا في اللي بيحصل النهارده في اللجنه التاسيسيه للدستور، في عدد كبير جدا، عدد بيتزايد من المنسحبين احتجاجا على احتكار الأغلبية وهو هي الممثلة في الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين، والنور السلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية. عايزين نقول ده فضلا عن غياب فقهاء في الدستور مشهود لهم بالكفاءة، انت رأيك ايه بقى في القصة دي؟ يعني احنا دلوقتي بنتحدث عن دستور ربما يظل يحكمنا لمدة 20 او 30 سنة قادمة، أجيال جاية. الدستور ده مش قانون بيتعدل بسهولة او قرار او كذا، ده شيء سيتم تعديل كل القوانين بناء على الدستور اللي هيتم وضعه ده، وكان يجب انه يمثل فيه كل طوائف الشعب سواء فئاته بالنساء او رجال او قيادات اكاديميه او من المناطق المختلفه جغرافيا، ابناء سيناء، ابناء الصعيد، ابناء سيوة، ان يغيب كل هؤلاء وانه يظل الموضوع محصور وكان احنا بنلعب لعبه مع بعض. هي علامه استفهام كبيره قوي الحقيقه، يعني هي علامه استفهام بتقول اين فقهاء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءه المعروفين اللي المفروض ان يكون ليهم بصمه في الدستور. طبعا ده شيء، وفي نفس الوقت بيتم الهجوم على القضاء وعلى رموزه وكأنه احنا بنشوه مؤسسة علشان نقدر انه يبقى عندنا الكريدت ان احنا المنتخبين، احنا اللي نقدر نتحدث عن الشعب، احنا اللي اكثر نزاهة. الاشكال الاخر هو نقدر نشوف المستوى من المناقشات والقوانين التي قدمت في الفترة اللي فاتت خلال الشهرين او الثلاثة اللي تمت فيهم مناقشات قانون او مقترحات قانونيه، فنجد من يتحدث عن الغاء اللغه الانجليزيه لانها شيء استعماري، نجد من يتحدث عن زواج تقليل سن زواج النساء ليصل الى 12 سنه وتقليل الفروق بين في السن بين الزيجات، انه ما يبقاش لو 25 سنه ممنوع انه فرق السن لو الزوج اكبر، فانه هذا هو مستوى القوانين المقدم، فتخيلي ما المستوى الذي ممكن يخرج عليه الدستور في غياب فقهاء قانونيين يقدروا يتحدثوا عن الخلفية الاجتماعية والخلفية القانونية والتشريعية لدستور مناسب ويلائم
مصر في القرن الواحد والعشرين. يعني اعتقد انه بعد الثوره الكبيره اللي احنا عملناها المذهله جدا كانت لكل العالم، انه لازم يكون في وقفه، الناس او العقلاء او اللي ليهم وجهات المعنيه او اللي ليهم كلمه في البلد لازم ما يوقفوش يتفرجوا، لازم يكون في موقف. الحقيقه كمان انا بحيي جميع اللي انسحبوا من اللجنه الدستوريه، سواء من الاحزاب او من المؤسسات المهنيه، طبعا عبيد وعمر حمزاوي وعمر الشبكي، دكتور عمر الشبكي طبعا مع حفظ. ولكن يعني لغايه امبارح واللجنه الدستوريه بيقولوا انها كلها تصريحات اعلاميه ولم يصلنا استقالات مكتوبه رسمية. يعني انا بأناشدهم ان يسرعوا بتقديم هذه الاستقالات، حتى لانه امبارح كان في اجتماع، يعني بالرغم من كل هذه الأزمة السياسيه كانت اول لجنة. وهذا التيار لا يهتم ولا يعتني بكل هذه الأزمة السياسيه، ويجتمع بالامس ثم يضع أزمة جديده ويكون رئيس اللجنه هو من نفس التيار. عندك تخيل او سيناريو ايه اللي ممكن يحصل اليومين الجايين دول الفتره اللي جايه؟ يعني انا عارفه انه في قضيه مرفوعه على شرعيه هذه اللجنه، لانه الاعلان الدستوري تحدث انه ممثلين البرلمان فقط سينتخبوا او سيختاروا اللجنه الدستوريه، ولم يكونوا ممثلين فيها. حقيقة لما يبقى عندي 50% ممثلين من البرلمان من داخل البرلمان، فده في خطأ من الناحية الدستورية. ويوم 10 ابريل المفروض الجلسة محجوزة للحكم، ونتمنى ان قضائنا ينصف جموع الشعب المصري ويعطيها الفرصة مجددا في انها تقدر تتمثل في وضع مثل هذا الدستور. ده بالتاكيد. برضه استاذ زينب، حضرتك عملتي مؤتمر لوضع قوانين تامين الخادمات واعطاء حقوق لهم، ده الكلام ده كان في مؤتمر عالمي، كلمينا عن المؤتمر ده، ايه اللي حصل فيه بالظبط ووصلتوا لايه؟ الحقيقه هو كان مؤتمر اقليمي، احنا يعني احنا بنعمل على موضوع عاملات المنازل كنموذج لتحسين حياة النساء العاملات في القطاع الغير منظم. احنا لدينا اكثر من مهنه النساء بيعملوا فيها في هذا القطاع. هو سوري، ده كان من خلال النقابه العالميه العماليه. احنا في مؤسسه، انا بعمل في مؤسسه بتعتني بالنساء المهمشات من جانب تحسين ظروف عملهم. فاخترنا قطاع عاملات المنازل لانه يعني ده مثلا نموذج لغياب ممثلين عن أصحاب المصلحة في وضع قوانين اللي بتخصهم. قانون العمل المصري منذ صدوره سنة 21 إلى اليوم تم تعديله 5 مرات، وكل مرة يتم وضع استثناء العاملات في المنازل من تطبيق الحماية القانونية عليهم. وده الحقيقة دخل هذا القطاع في أزمات اقتصادية واجتماعية وكل المشاكل اللي احنا بنسمع عنها، سواء عن تعذيب الخادمات أو حرمانهم من أجرهم أو تعرضهم لمشكلات أخرى. طب سريعا كده، إيه اللي طلبتي بيه جوه في المؤتمر ده؟ يعني إيه الحقوق اللي أنت طلبتي بيها؟ احنا طلبنا بتعديل قانون العمل المصري بأنه يتم أنهم يشملوا هذا القطاع العاملات في المنازل في الحماية القانونية لقانون العمل. وده هيديهم الفرصة لأنهم يستطيعوا الحصول على تأمينات اجتماعية تأمن حياتهم، سواء أثناء عملهم أو إذا خرجوا إلى المعاش. وفي نفس الوقت نقدر نقدم حماية لهذا القطاع النساء اللي بيقدم لنا خدمات كبيرة اجتماعية داخل منازلنا وليس لديه أي حقوق. الحقيقة مش بس عاملات المنازل اللي عندهم المشاكل دي، نساء العاملات في وقت عشان تفعيل الطلبات دي. احنا دلوقتي حاليا في تعديل قانون العمل مطروح على مجلس الشعب والشورى، احنا سنتقدم بتوصيات المؤتمر اللي حصل بالامس لهذه اللجنه ولجنه حقوق الانسان في مجلس الشعب علشان يقدروا يفصلوا فيه او يدخلوهم في الحمايه التشريعيه. تمام. يعني استاذه زينب انا بشكرك على وجودك معنا النهارده في استوديو، نهارك سعيد وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله من خلال الطلبات اللي طلبتيها دي عشان نشوف ايه اللي هيحصل وردود هتكون عامله ازاي. شكرا ليكي. مشاهدينا كان معانا الاستاذه زينب خير باحثه في حقوق المراه. هسيبكم مع فاصل، نرجع مره ثانيه مع اشرف والفقره اللي جايه.